الفخار حرفة متوارثة عبر الأجيال. الفخار جزء أساسي من التراث الثقافي المغربي. تصاميمه الفنية الرائعة ونقوشه المميزة تعكس إبداع الحرفي المغربي وتبرز غنى الموروث الشعبي المتوارث عبر الأجيال. هذا المعرض يبرز جمالية الفخار وتنوعه. حرفي سلا أبدعوا في التشكيل والتزيين ووضعوا بصمتهم على معالم الثقافة المغربية وعبروا من خلالها عن هويتنا العريقة. الصناعة التقليدية اللي كتعتبر واحد التراث غني في بلادنا، الحمد لله ما شاء الله كنشوفوا هذا الكم الزاخر من الصناعة التقليدية اللي كتشرف بلادنا والحمد لله. اي دار مغربيه كتدخلي لها كتلقاي الصناعه التقليديه، طويجنات، هاد لي طاس، صراحه عندهم داكشي غزال، والصناعه التقليديه المغربيه لا يعلى عليها صراحه. الفخار المغربي يحمل بين ثناياه قصص الاجداد وتقاليدهم. انه ليس مجرد ادوات للاستخدام اليومي، بل هو ايضا رمز للهويه الجماعيه، ويعتبر شاهدا على التطور التاريخي وصمود التقاليد الفنيه التي توارثتها الاجيال. على كل حال الصناعه حتى هي تطورت، ما بقاش داك الصناعه التقليديه ديال زمان، باقي محتفظين بها، ولكن طوروا الجوده ديال الطياجن، ولاو كيمشيو على العافيه، الصباغه ما بقاتش كطير، وديال شحال من حاجه تطورت، وفي الزرابي نيت تطوروا. ايوا خصنا نتبعوا شويه الوقت. انا من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، جيت اليوم لهذا المعرض باش ناخذ اواني مغربيه تقليديه تراديسيونيل، حيت كيبقى دائما اللمسة المغربية تراديسيونيل ضرورية في أي بيت مغربي، واخا ما نكونوش المغرب ضروري ما نجيو ناخدو شي حاجة مغربية كتفكرنا بالأصول ديالنا وبالتمغربيت ديالنا. حرفة استطاعت أن تصمد أمام تغييرات المجتمع، تناقلتها الأجيال وظلت من الفنون الأصيلة التي تعزز تنوع ثقافة المجتمع المغربي. الحرفيون يواصلون إنتاج قطع فنية تبقى وفية للتقاليد العريقة، في انسجام مع اعتزاز المغاربة بموروثهم الثقافي وحرصهم على الحفاظ عليه على مر الزمان.